سيدي المحسنين، انا عندي هذه بنيته مريضه، عندها شي خلايا في الراس وعندها شي ما كثير بزاف. حنا كنا عندنا، هي عندها زايد، ولكن في ما اتجهت ما كاينش المحسنين اللي يعاونوني. تباها مرض نفساني، ازمه نفسيه، ما كي يحرك لا يدو لا رجلو، ما كيدير حتى شي حاجه، وعما ما استغلوا المرض ديال با ولا حونا لبرا. ودابا بنتي عندها الدواء غالي، راه متبعه مع الدكتوره ميسوى كفاس، فريحه فاس، ودابا الشوكه كدير 62000 ريال. انا غالي عليا هذا الشيء، وبنتي ما قدرتش نفرط فيها، راه مضطره نجري على بنتي باش نعالجها، ولكن الغالب الله. دابا اللي اتق الله عليه يدو شي حاجه، شي محسن وبغى يعاوني يدير شي اجر، الله يجازيكم بخير. ها انتم تشوفوا، راه باها مشرد في جهه وبنتي مشرده في جهه، ولا اله الا الله، ما عندي ما ندير، هادشي اللي بغى الله. ولكن سيدي المحسنين اللي قدر يدخل في شي حاجه لا عليها ولا على باها، الله اللي غيجازيه.